مع اقتراب موعد الاقتراع في أخطر انتخابات عراقية، يتوقع مراقبون أن نسب المشاركة هذه المرة ستختلف عن سابقاتها في محاولة لتغيير الوجوه التقليدية في البرلمان. المثنى واحدة من مدن العراق التي يسعى سكانها إلى المشاركة في الانتخابات وإحداث تغيير جديد في المدينة التي تصدرت نسب الفقر في العراق. نسبة المشاركة ب 2018، أنا أحكي لك على محافظة المثنى، كانت في حدود 45%، هاي النسبة الرسمية، لكن إحنا كانت قراءاتنا تختلف، يعني نتوقع إحنا حتى دون 40% كانت النسبة. الآن أنا أتوقعها بحدود 55%، وأطمح أن تكون أكثر، ولكن نسبة الإحباط لدى الناخبين بالفترة الماضية تراكمت إحباطات شديدة من أداء الحكومة وأداء البرلمان. تؤكد الاستطلاعات هنا ازدياد نسبة المشاركة نتيجة لحراك تشرين الذي غير قواعد اللعبة السياسية، فضلا عن مواقف المرجعيات الدينية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات. انتخابات هذه المرة تقول منظمات إنها ستقلل فرص التزوير. الوعي اللي صار لدى الشباب من حركة احتجاجية في تشرين، الدعوات المتتالية للمرجعية الدينية، كذلك الجديد في قانون الانتخابات اللي صار برقم 9 سنة 2020، والإجراءات الجديدة من ناحية تقنية التي قللت نسب التزوير أو فرص التزوير لمن يريد التزوير في هذه الانتخابات. يسمح ل 536 ألف ناخب التصويت يوم الاقتراع في المثنى. استلم 88% منهم فقط بطاقاتهم البايومترية. تقول المفوضية هنا إن أغلبهم من المواليد الجدد، وتعد هذه الانتخابات التجربة الأولى لهم. المفوضية سعت جاهدة بعقد مجموعة من الورش التثقيفية، سواء كان للمرشحين أو للشرائح المجتمع الأخرى، ولكن يعني يبقى التثقيف مو من مهمة المفوضية فقط، ولكن شركاء العملية السياسية اللي هم الكيانات السياسية، المرشحين، الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، هم دول الشركاء الأساسيين يعني بتثقيف المجتمع. ويستعد العراق إلى إقامة خامس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، وتعد هذه الانتخابات أخطرها لما ستحدثه من تغيير في مسار السياسة العراقية. من المثنى خليل بركات، يو تي في.